سابقا شفت في، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا من وزان من ساحه الاستقلال امام المقانه. طبعا احنا في قلب دار الضمانه، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله متسبعينا. مرحبا بكم معنا من وزان الان، شفت في حطه الرحال ساحه الاستقلال بوزان دار الضمانه، هي هذه الساحه الشهيره ديال ساحه الاستقلال والمجسم ديال المقانه المعروف في قلب دار الضمانه. متسبعينا مرحبا بكم معنا من وزان كما قلت، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الجوله عبر شوارع المدينه، شوارع وزان، شوارع دار الضمانه. غادي نديروا جوله هنا وعاد تشوفوا معنا الاجواء كيفاش دايره متتبعينا في قلب دار الضمانه في هذا التوقيت بالضبط. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله. مرحبا بنا عند الناس ديال وزان. اذا كما قلت هنا في دار الضمانه معروفه بجلبه الوزانيه طبعا، وكنت سبقنا لنا درنا مباشر سابق في مدينة وزان وحطينا الرحال الآن بعد ما حطينا الرحال بإقليم وزان خارج وزان بدوار تروال على إثر جريمة قتل بشعة اهتز لها دوار تروال ديال تلميذ قتل الزميل ديالو للأسف بسبب نزاع بسيط جدا. إذا غادي نمشيو من هاد الشارع ومن هاد الزنقة متبعينا وتشوفوا الأجواء دار الضمانة كلشي كيبان لي مشدود. هنا حنا في قلب وزان كما قلت، هذه الجريمة الشنعاء كان سببها صراع او ملاسنات خاوية على كرة القدم في هذه المنطقة. اذا متابعينا غادي نحاولوا نرجعوا معكم من هذا الشارع هذا ونشوفوا الاجواء كيفاش دايرة في وزان عبر الشوارع ديالها. جيب لينا شي جديد. هذا جديد يا اخي، هذا خبر طبعا تيهم كل الاباء والامهات انهم يديروا الحيطه والحذر وليداتهم والمراقبه. غادي نرجعوا في هذا الشارع ديال المقانه ونرجعوا من هنا باش نعطيكم صوره بزاويه اخرى متتبعينا. اذا كما قلت حنا في شارع ساحه الاستقلال وزان، تحيه الناس ديال وزان دار الضمانه، وهنا غتكون الصوره واضحه ديال الرمز ديال المقانه المعروف بوزان دار الضمانه. غادي نعاودوا هذه الجوله باش تشوفوا معنا المقانه ديال وزان المعروفه متتبعين. اذا كنشوف المقانه ديال وزان دايره الحميمر، اذا انت هي واقيلا احتفلت بعيد الحب. هذه مناسبه باش نديروا جوله عبر شوارع وزان كما كتشوفوا. غادي نرجعوا من هنا نيت ونرجعوا معكم الجهه الاخرى. لا حول ولا قوه. طبعا نسيم البحر مرحبا اختي، احنا حطينا الرحال باقليم وزان خارج وزان، يعني منطقه اخرى على مقربه من تونات او فاس تقريبا، كنا ترابيه هذه المنطقه تبع اقليم فاس. للاسف كما قلت ان جريمه اهتزت لها منطقه تروال او دوار تروال احدى الاعداديات في ديك المنطقه. خلاف بسيط بين جوج ديال الزملاء تيقراو بعضياتهم في نفس المؤسسة وكانوا لاعبين مقابلة في كرة القدم داخل المؤسسة، هادشي البارح. من بعد واحد القاتل 20 والضحية 19 سنة تلاميذ للأسف. وقع خلاف بسيط على ماتش طبعا على مقابلة في كرة القدم، ربما شي ملاسنات، ما لعبتش الكرة، ما عطيتينيش الكرة في بلاصتها، كنت نسجل الهدف. طبعا مسألة ديال الشباب انتم كتعرفوا لا غد ليه، يعني هي اليوم ماشي المقابلة كانت البارح، اخر ما رضاش اليوم جا معاه شفرة من الحجم الصغير او المتوسط، وجا خصيصا اللي له ضربوا على مستوى الجناح الايسر. طبعا كانت ضربة قاضية للأسف، نزف منه الدم، طبعا كان نزيف حاد، غياب إسعافات أولية طبعا حسب التصريحات اللي خدينا معايا لما كان عندنا الروبورتاج متسابقين. شوف تيفي فيديو فيه تصريحات ديال صديق ديالو زميل ديال الضحية وأطراف أخرى على العموم، عاد تشوفوا الفيديو لاحقا. هذا هو المشكل متتبعينا اللي طبعا تأسفنا كثير ملي كنا كناخذوا هذا الروبورتاج، ولكن اللي عطى الله الله يحسن العوان طبعا الأم ديال الهالك والام ديال الجاني طبعا، لان شباب اصدقاء ولكن الشيطان كان لعب دور كبير. مصطفى العاقل اهلا وسهلا لك. اذا متسبين احنا الان غنخرجوا من وزان في اتجاه تطوان، نتمنى تقضي معنا اوقات جميله. املي ان نشوفكم ان شاء ربنا في تطوان في مباشر، شكون مازال سهران معنا الليله في هذا الطريق الرابطه بين وزان تطوان. الى هنا كان معكم احمد معتكف كالعاده، انتظروني معايا الطريق السلامة، والمرافق زميلي اللي معايا السي ارمانوس.
من تطوان كذلك في هذه الجولة الليلية من وزان، وعلى شد الطريق الآن لتطوان. أملي أننا نشوفكم بخير في مدينة تطوان الحارة البيضاء. نسيم البحر، شكرا لك. طريق سلامة أختي، الله يبارك فيك. طريق سلامة كل المستعملين. الطريق وزان الآن في 14 درجة، ممكن شي برد قارس في الأجواء. انتما كتشوفوا المدينة ديال وزان هي هذه، تقريبا مدينة كتخوان نسبيا بحال تطوان طبعا. ونتمنوا تكونوا معنا اوقات جميله متتبعينا في هذه الجوله عبر شوارع وزان في الطريق. انا الان كنفتشوا على المخرج ديال المدينه باش نشدوا الطريق ان شاء ربنا في اتجاه تطوان الحمام البيضاء وزانيه هذه. كنت سبق اللي درت مباشر هذه واحد شهر ونص تقريبا، وقلت بانها خارجه خريطه اهتمامات المسؤولين. الان كيبان لي كاين شي اصلاحات، يعني شي تغييرات نسبيه. كنشوف الكليراج بوبليك كاين هنا، تيدوزوا هاد الاعمده الكهربائيه الجداد، توسيع بعض الجنبات ديال الطريق، ولكن مازال خصها الخدمه في الحقيقه، لان هي مدينه قديمه وعندها تاريخ ودار الضمانه طبعا، خرجوا منها اسماء وازنه. ولكن نتمنوا المسؤولين على المستوى الان، احنا بالضبط مع عماله اقليم وزان والمجلس البلدي والمجلس الاقليمي، انهم يدخلوا في هاد المشاريع وتعطى صوره ايجابيه لوزان، ما تبقاش هكا. يعني طبعا النيه الحسنه بانت في الحقيقه، ولكن نتمنى تكون الاشغال في المستوى المطلوب متتبعين. اذا نحن في الخرجه ديال وزان في اتجاه تطوان، بعد ما حطينا الرحال تيروال باقليم وزان خارج وزان في اتجاه طريق الرابطه بين فاس وتونات، على اثر جريمه قتل للاسف اللي مشى لها، اللي راح ضحيه ديالها تلميذ في عقده، مازال مع عقد ماشي في عقده الثاني بالحقيقه 19 سنه، والجاني 20 سنه، واصدقاء على ماتش في كره القدم كانوا كيلعبوا الكره، وقع شي خصام بسيط شي بلسانات، ولكن للاسف شاءت الاقدار انه تزهق الروح ديالو على يد زميله للاسف. انا لله وانا اليه راجعون. ونتمنوا صديقين ان ما نبقاوش نسمعوا هذا النوع ديال الحوادث والجرائم المتتبعين. اذا هذه هي الخرجه ديال وزان، الخرجه ديال دار ضمانة، بعد ما انطلقنا معكم متتبعينا من ساحة المكانة بحزب ساحة الاستقلال في المجسم ديال المكانة. هذه هي وزان، تحية لساكنة وزان دار ضمانة المعروفة بالجلابة الوزانية. متتبعينا نتمنوا صادقين اننا مابقاوش نسمعوا هذا النوع ديال الجرائم في جولة المدن المغربية في ربع المملكة. كفانا من الجريمة، كفانا من النصب، كفانا بالاختلاس. نعم للحياة، نعم للحرية، نعم للثقافة، نعم للرياضة، لأن الرياضة أخلاق، ولكن شاءت الجريمة النكراء اللي اهتزت لها منطقة إقليم وزان للأسف. إذا إلى هنا متتبعينا، كان معكم أحمد معتكيف. إلى هنا متتبعينا، كان معكم أحمد معتكيف من وزان دار ضمانة. تحياتي لكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارج المغرب. أملي أن نلقاكم في مازال شكون سهر معنا الليلة في مدينة تطوان إن شاء ربنا. الطريق سلامة لنا ولكل المتتبعين وكل مستعملين الطريق. إلى هنا، إلى اللقاء في مباشر آخر، بعد ما نحطوا الرحال إن شاء ربنا بالحمام البيضاء مدينة تطوان. شكون مازال سهران معنا الليلة. إلى اللقاء.